من بعد عندنا واحد الفقرة تنشيطية، ومن بعد سنقدم العرض حول المعنون حول التواصل الاجتماعي والإداري، نحو مراجعة الأداء الإداري والانفتاح الاجتماعي. بعد ذلك سنناقش العرض، وطريقة مناقشة العرض سنناقش بطريقة تشاركية وليس إلقائية، يعني ما نناقش مثلا محاور العرض اللي كتهمنا كاملين، وهي محاور يعني محاور الساعة وتلبي الاحتياجات التكوينية لنا. بالتالي سنناقش ثنايا هذا العرض بيننا، نتناقش بيناتنا.